مان لا جلول لا حتى واحد، رانا جينا نحاربوا في السحور، لقينا امر واحد اخر، لقينا كارثه، لقينا الطواف والعياذ بالله، بخلاف السحور اللي رانا لقيناه، لقينا الطواف والعياذ بالله، لقينا الطواف بالقبور، لقينا التبرك بالقبور، لقينا الدعاء عند القبور، هذا لا يجوز، لا يجوز. الاخ اللي راه الداخل، الاستاذ اللي راه الداخل هذا اللي راه شد الباب، قال لي نحن نحارب، نحن نحارب الناس اللي راها تطوف، قال لي انا راه شد المفتاح، ايه بصح رانا نحاربوا في الناس اللي راها تطوف هذه، الناس اللي راها تطوف خافوا ربي، اتقوا الله، العقيده راها مضروبه عندكم، واذا لم تصح عقيدتك لا يصح دينك، واذا لم يصح دينك دخلت في الشرك والعياذ بالله، هذا امر لا يجوز، لا يجوز والله قحرام، والله لتسألن عنه يوم القيامة ولتحاسبون حسابا عسيرا. الذي يشرك بالله والذي يدعو مع الله إلها آخر والذي يدعو الأرباب الأشخاص على أساس أنهم أرباب أو على أساس أنهم ضارين أو نافعين، والله لن ينجو، والله سيكون رفقة فرعون وقرى ثامود وغيرهم في أسفل السافلين في جهنم. خاوتكم هنا يا مجموعة الأمير راها جات باه تنظف القبور، لقينا عباد الأوثان. نزيد نعطيكم مثال آخر بسيط جدا، كيف دخلت فكرة الأصنام إلى البشر؟ العباد كيف عبدوا الأصنام؟ الأصنام اللي طيحها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تعبدت؟ كيف جات الأصنام؟ كانوا كاين هناك خمسة أشخاص صالحين في زمن قديم، هم ود وسواع ويعوق ونصر والخامس والله نسيت اسمه، يعني أربعة أو خمسة أشخاص. هذو الناس الخمسة هذون كانوا ناس صالحين يعملون الخيرات كما السعي اللي بدنا يدينا، يديروا في الخير، يديروا في المعروف، يعاونوا في الزوالي، يعاونوا في الناس، يساعدوا في الفقراء، يصلوا، متعبدين، ناس فيهم الخير. كي ماتوا هاد الناس الخمسه هذون، ناس تشتيهم، حزنت على جالهم، كي حزنت على جالهم جاء ابليس عليه ما يستحق من الله، عليه ما يستحق من الله، عليه لعنه الله، جاء ابليس استصور للناس هذوك في ذاك الزمن الغابر، استصوروا لهم عبد، كي ولا لهم انسان واش قال لهم؟ قال لهم باه تفكروا هاد الناس والناس هذون يحبوكم ما لازمش تنساوهم. قالوا له واش نديروا؟ يسخبوه شيخ. قالوا له واش نديروا؟ قال لهم ارسموا لهم صورا، ارسموا تصويره، راك متفكر انت يا ود وسواع كيف دايرين؟ قالوا له قالوا نحفوا حجره، شد حجره، شد حجره وشكلها، شكلها على اساس انها ود وسواع ويعوق ونصر، ومن بعد قالوا حطها وتولي وين تجي عقب سلم عليها، السلام عليكم. نعطيكم مثال سهل، مثلا كيما تصويره، تصويره تاع جدك ولا عمك، حطها في الصاله تتفكر في جدك بالرحمه. هما داروا لهم تصاوير اللي هي صخور وعلقوها في بلاصه في وسط المدينه في ذاك البلاصه، ولا وين يجي عاقب يسلم عليه، السلام عليك يا ود، السلام عليك يا سواع. كانت الناس مش تعبت فيهم في ذاك الزمن، كانوا عارفينهم باللي ناس صالحين ماتوا داروا لهم تصويره باش يفكروا فيها، لكن ابنائهم وابناء ابنائهم تمكن منهم ابليس، ابليس عليه لعنه الله، واعداء الله عندهم خطه طويله المدى. قال لك ابوي معليش هذول ما يعبدوهمش، بصح اللي جايين من بعد نوسوس لهم يعودوا يعبدوهم. كي ماتوا الشيوخ الكبار والناس الكبار اللي كانوا هما اللي رسموا ود وسواع وسرى، ولاو ذريتهم كي يوقف يطرح على نفسه سؤال يقول هذا علاه بوي دار هنا، يجي الوسواس الخناس ابليس عليه ما يستحق من الله، وش يقول؟ يقول له اباؤك كانوا يعبدون هؤلاء، والدليل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال محمد صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، لماذا تعبدون هؤلاء؟ لماذا تعبدون من لا ينفعكم ولا يضركم؟ وش قالوا له؟ قالوا له نحن لا نعبدها، انما نتقرب بها الى الله زلفى. وش قالوا له بعدها؟ هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. والدليل قبل قبلت الشيخ هنايا، قلت له واش راك دير؟ قال لي بويتني جابوني هنا راني نجي. يعني الكلمه اللي قالها ابو لهب، والكلمه اللي قالها اميه بن خلف عليهم لعنه الله، والكلمه اللي قالها ابو جهل هي نفسها اللي قالها للشيخ اللي قبل في 2020. قلت له واش راك دير هنا؟ قال لي لقيت بويتي يجيبوني هنايا. الرسول كي سقساهم قال لهم واش راكم ديروا هنا؟ قالوا له هذا ما الفنا عليه اباؤنا. يعني بوياتنا هم اللي قالوا لنا ديروا هذه الحوايج. ابليس عليه لعنه الله هو السبب في هذه الحوايج. خاوتي اتقوا الله، خافوا ربي، الناس اللي راها تسعد بينها بين ربي سبحانه، الله يجيب ما يسخطكم، الله لا يجمل لكم ذراع مع فخر، الله لا يجمل لكم ذراع مع كراع في قبر، الله ان شاء الله لا يدير لكم لا ينحى لكم وساده من تحت راس، الله يا ربي ان شاء الله يعذبكم في الدنيا والى الاخره، الله ان شاء الله يسلط عليكم كلاب الدنيا قبل كلاب الاخره، الله ان شاء الله يجيب لكم ان شاء الله الضر اللي راكم تضروا في عباد الله، واللي راكم تضروا في الناس، وتفرقوا بين المرء وزوجه، وتفرقوا بين المراه والراجل، وتخلوا في الديار، وتقتلوا في الذراري.
الله يجيب ميهلككم ان شاء الله، الله يجيب لكم الطاعون ان شاء الله. آمين. الناس اللي راها تزور في القبور اتقوا الله، راه لا نافع ولا ضار الا الله. الناس اللي راها تصبرك وتطوف اتقوا الله، راه لا نافع ولا ضار الا الله. لو كان جاو ينفعوك راه ما نفعوا ارواحهم. محمد عليه الصلاه والسلام ومات على 63 سنه، محمد عليه الصلاه والسلام عرف باللي الدنيا ما فيهاش خافوا ربي، خافوا ربي. هذا اللي راه هنا راه ولي صالح متوفي، الله يرحمه ويوسع عليه، ربي يغفر له، ربي يتوب عليه ويتوب على امه المؤمنين قاعدين. كي القبر هذا كي القبر الاخر اتقوا الله، خافوا ربي سبحانه. رانا درناها، خافوا الله واتقوا الله. وقولوا للناس اللي راها تجي هنايا، الناس اللي راها يا الحاج اصبر دقيقه، الناس اللي راها تجي هنا وطيب في الروينه وطيح تقول لك الوكل في الصلاح، اش من صلاح؟ عفونا من جهل الناس، عفونا من الخرافات هذه، وطيحوا طلعوا في الحلوى وطلعوا في الكابريز. ايه 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 مدها الحي، الحي اولى من الميت، ابقى من الميت. تروح تشد تروح تشد لي الخبز طحت حتى في على القبوره، علاه داير نوض الميت ياكل ياكل خبز والله. ولا تروح تحلي لي قبره، واش داير بالحنه رايح العرس والله. تقول له خافوا ربي. تروح تطلع لي في الروينه وتطلع لي في العدس وتطلع لي في المردود. خافوا ربي واتقوا الله، اتقوا يوما يا الحاجه صبريني نهضر. اتقوا الله يوم ترجع، اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. وربي ان شاء الله يغفر لكم ويتوب عليكم ويتوب علينا معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسحور والعقاد رانا درك نحلوهم ونحرقوهم، ولا بقاء للظالمين، والحمد لله رب العالمين، ولا ضار ولا نافع الا الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.